الدورة الثلاثية الأبعاد أو الطباعة ثلاثية الأبعاد من الدورات الاحترافية، الدورات الفنية والمهنية اللي يقدمها النادي على مدار العام. طبعا هذه الدورة تعتبر في عصب البرامج التدريبية في نادي الفجيرة العلمي وفي خطة الأنشطة في نادي الفجيرة العلمي، لأن هذه الدورة حقيقة تساعد في أكثر من قسم في النادي، فلها أنشطة في قسم الميكانيك، أنشطة في قسم الحاسب الآلي، أنشطة في قسم الروبوتكس، وأدائها طبعا هو تصنيع أجزاء تحتاجها المشاريع العلمية اللي يتم بنائها في النادي أو تصميمها في النادي، سواء من أعضاء ورواد النادي أو من الباحثين من خارج النادي كطلبة الجامعات وطلبة الدراسات العليا اللي توافدوا على النادي باستمرار لتنفيذ مشاريعهم العلمية. طبعا هي من أحدث العلوم حاليا في مجال التصنيع والمهارات الفنية والعلمية في نفس الوقت، ولها إقبال كبير طبعا من الطلبة أو من رواد النادي أو من خارج النادي أيضا، ونسعى إلى نشر هذا العلم أو هذه المهارات والفنيات في المجتمع بشكل عام، ولنتعاون أيضا مع عدة جهات رسمية داخل الإمارة بحيث أنه دائما الطلب على مثل هذه الدورات التدريبية.